بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. ابتداء الشكر لله عز وجل على أن أنعم علي بالإخراج من السجون الإسرائيلية. ابتداء أوضاع السجون لا تخفى عليكم أيها الأحباب، هناك إدارة قمعية للاحتلال الصهيوني داخل السجون، وموضوع الملف الطبي لكل الأسرى هو الشغل الشاغل، فهناك إهمال طبي ممنهج داخل السجون يهدف إلى قتل الأسير الفلسطيني، قتل معنوياته. هذا الأسير الذي دفع من عمره ومن سنوات عمره الطويلة الآن يعامل معاملة سيئة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. رسالة الأسرى أولاً، لا يخفى عليكم أيها الأحباب، أولاً أن رسالة الأسرى في السجون الفلسطينية أنهم يريدون طبعاً حرية، فما يطلبون مطلبهم الحرية، والحرية هي مطلب عادل وشرعي لشعبنا الفلسطيني ولأبناء شعبنا الفلسطيني لكي يعيشوا بأمن وأمل. طبعاً المسألة الثانية، نطالب الشعب الفلسطيني بترسيخ الوحدة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. طبعاً الرسالة الثانية، رسالتنا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم برفع قبضتها الأمنية عن شعبنا العظيم وأبطالنا الذين يقومون بالتضحية ويقدمون الغالي والنفيس من أجل دحر الاحتلال ومن أجل مقاومة هذا الاحتلال. فنطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية برفع القبضة الأمنية عن أبناء شعبنا وإطلاق الحريات والإفراج الفوري والعاجل عن المعتقلين السياسيين الموجودون في سجن أريحة. والمسألة الثالثة، نطالب الحقوق، مؤسسات حقوق الإنسان، بأن تكون بدورها بالدفاع عن الأسرى المواصل في السجون الفلسطينية. السلام عليكم، كيف حالك؟ بارك الله فيك.